فريق يعني ننسق مع المكتب السياسي، لان احنا ماشي حزب داخل الحزب، احنا راه فريق برلماني ذراع الحزب، وبالتالي من المفروض اننا ننسق مع الحزب. قد نختلفوا فيما بيننا فيما يتعلق بتدبير الحزب وفيما تدبير قضاياه، وقد نختلفوا مع الكاتب الاول او مع المكتب السياسي او مع مجموعه من زملائنا واصدقائنا واخوتنا، ولكن المسؤوليه تقتضي ان ننسق. ولكن في حاله ما، وانا نمشي معك بعيد يلا بما انك انت باغي دير شويه لا بروفوكاسيون، فهمتك، اذا احنا راه حنا ماشي جالسين في قشله العسكر، الى صدر المكتب السياسي قرار بدون ان يستشير معنا وراء الفريق البرلماني في مداولاته شيئا اخر، سنرفض اي قرار لا يمكنه ان يستجيب او يتماشى مع منهجيه الحزب، مع قرارات مقررات الحزب، لاننا حتى احنا في قراراتنا كفريق برلماني ماشي كان جالسين بالمزاج نتشقلنا شي حاجه ما نديروها على حقاش دارها الحزب ولا دارها فلان ولا فرتلان، لا، احنا منضبطون للتوجه العام للحزب، لان عندنا احنا كنشتغلنا في حزب وحنا مناضلين اولا وقبل كل شيء، والحزب عنده مقررات ديالو، هذه المقررات نحترمها وعلى ضوئها نتصرف، ما يمكن لنا شيء نقوموا بشي حاجه بوحدنا رشقات لنا بغينا نديروها، لا. ولكن في نفس الوقت الفريق عنده استقلاليته فيما يتعلق بتدبير الشؤون ديالو داخل البرلمان.